خبر كمان هجوم النادي الاهلي او مهاجم النادي الاهلي الفتره مش الفتره الاخيره، يعني بقى له فتره ما بيقدمش اللي عليه. الاسماء الموجوده كلام بيتكلموا امبارح في مباراه امبارح، صلاح محسن لازم ياخد فرصته او صلاح محسن بدا يظهر بشكل جيد. ولكن معايا خبر من سوبر كوره ايضا كاتبين سوبر كوره بيكشف حقيقه اقتراب الاهلي من التعاقد مع السومه، عمر السومه طبعا مهاجم الاهلي السعودي، بكلام عن ان هو النادي الاهلي بيفتح ملف التفاوض معاه، او في مصدر بيقول ان مفيش اي اتفاق لضم عمر السومه، المصدر من داخل النادي الاهلي. والكلام يمكن يكون لان فعلا النادي الاهلي محتاج مهاجم الفتره المقبله. هل المقابل المادي بيخلي عمر السومه يبعد عن الاستعانه بخدماته للنادي الاهلي؟ لا، انا متفق جدا مع الخبر ان هو الموضوع اصلا ما فيش اتفاق معاه وما فيش مفاوضات معاه، ان الموضوع يعني مجرد اسم من الاسماء اللي بنشوفها متداوله على السوشيال ميديا، لان صعب جدا في الوقت ده ان الاهلي يقدر يتعاقد معاه. يعني والاهلي السعودي لو عنده نيه للتفريط فيه كان الموضوع بقى ظاهر شويه من بدري. كمان هو مرتبه كبير جدا، هيبقى الموضوع صعب. يعني انا شايف الموضوع صعب جدا، لان لو الموضوع هيتطرح كان هيتطرح لما الاهلي السعودي كان عنده رغبه يضم علي معلول مثلا من النادي الاهلي. لكن انا متفق جدا مع الخبر ان الموضوع زي ما هو بيقول كده، ان مصدر من الاهلي بيقول ان الموضوع صعب وان النادي السعودي بيرفض التفريط في خدماته بخلاف راتبه الكبير، فشايف لا الموضوع صعب جدا، بعيد بعيد جدا. طيب النادي الاهلي محتاج ان هو فعلا يدعم خط الهجوم؟ هي على حسب، لو هنقيم اعذاره على الفتره الاخيره فالاهلي محتاج يدعم هجومه، لكن وليد اعذاره يبقى الفتره الاخيره اللي هي انهي؟ اللي هي الفترة اللي فاتت السيزون السيزون اللي فات. لو هنقيمه عليها فالاهلي خلاص محتاج، بس وحتى في الفترة اللي هو بيضيع فيها هو بيخلق لنفسه الفرص. وليد ازارو يبقى واحد من افضل المهاجمين. طب وفين انهاء الهجمات؟ يبقى دي مش دي زي ما هي 50% لاعب 50% مدرب.